تعازينا ايضا للاخوه الفنانين الاصدقاء ديالو سواء اللي عاشروه ولا اللي ما عاشروش كي قال جوستومون قبيله سمعت سي جندي بلي ما خصناش نلومو الناس كاين الناس اللي ما حضروش وفعلا كي قالت مجيده ما قدروش تعذر عليهم ذلك الانسان يلتمس الاخير من عذر الى 70 عذر ولكن علينا الا نسقط في فخر ارجوكم عندما يموت الشخص يجب ان نذكر بخير ان نذكر المحاسن ديالو اننا ما نطيحوش في الفخ ديال الاشياء السلبيه اللي كتحوط به وبالتالي ننسى من يموت ننسى ما التاريخ ديال هذا الفنان مع الاسف وانا كنتصفح مجموعه حتى الجرائد اللي كتبات قليله اللي ذكرت اربعه ولا خمسه ديال الاعمال ديالو حتى بعض المواقع الالكترونيه مع الاسف قليله اللي قالت دار ودار ودار وخد جائزه كذا وخد جائزه كذا وكانه ما عندوش تاريخ كل ما عنده هو انه مات مريض في لحظه ما ملحظه على اساس تكريس النظره السلبيه على اساس ان كل واحد فينا انسان ما عندوش وان الفنان غير بعدو منه وما غيمكنش وكانه بالعكس انسان اكبر من هذا كله الانسان عنده كرامه وعنده عزه نفس الا هو حياته كله هي عنده عزه نفس علاش نجيو حتى يموت عاد ردوه بحي ما كانش عنده هذيك عزه نفس ونورطوا الناس في اسئله لما نعطيو الميكرو لواحد كنورطوه لما كنطرحوا عليه سؤال خصو يجاوب عليه ولكن كنساو به الاساسي رحم الله محمد خدي اللي عرفته وانا دائما كنت كنعرفو كثير الابتسام كنعرفو هو رشدي رحمه الله وصعب عليا انني نشوفو من بعد ما مات الصديق الوفي ديالو اللي كان معاه دائما الراجل اللي عطى بزاف حتى هو واللي كتب واللي خرج واللي بقى دائما وان كان كيشعر بواحد الحقد ماشي الحقد واحد الغصه في القلب ديالو على كيفاش كيتختاروا الاعمال على كيفاش الناس كيمشيو للمهرجانات ولكن هذا ما منعوش من انه يستمر في الابداع في الكتابه في العطاء الاخر رمق الله يرحمه تعازينا لكم الاخوان ديالنا كاملين ونتمنوا له الرحمه والمغفره الله يلحقنا بالمسلمين.